السلام عليكم اخواني، بس حابين نعطيكم فكرة. نحن الشباب المتطوعين لسوريا للإغاثة والتنمية في مدينة حمص، عن مستودعات اللي عم نخزن فيها المساعدات اللي نحن عم نقدمها لأهلنا وإخواننا. طبعا أنا الصور يعني قدر الإمكان، لأنه نحن في علينا خطورة كبيرة. هذا طبعا بعد المواد الأولية مثل السكر والعدس والرز والشعيرية ومثل ما قلنا لكم بالفيديو الأول، مرد منقول مرة تانية، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم الجنة ويتقبل منا ومنكم إخوانكم الصامدين في مدينة حمص. السلام عليكم.